أنا لولا إن أنا عارفة إني ما ينفعش أسيبك في ظرف زي ده لوحدك مش هاجي هنا تاني. طب اتفضلي. أنا مش جاية لك بصفتي الأسيستنت بتاعتك لأني قدمت استقالتي خلاص. ومين قبلها؟ أنا مش مستنية حد يقبل. بلاش كلام فارغ يا أمير، بكرة الصبح تكوني على مكتبك. لا لا ما بقاش ينفع، الموضوع بالنسبة لي منتهي خلاص. ومن إمتى بقى اللي بيشتغلوا معايا بياخدوا قرارات من نفسهم؟ أعتبرها أول وآخر مرة حد ياخد قرار كده. أميرة أنا مش بتكلم صيني، لما أقول لك بكرة الصبح تبقي على مكتبك يبقى بكرة الصبح تبقي على مكتبك. أنا مش جاي عشان شغل، أنا جاي عشانك أنت، عايزة أشوفك، عايزة أطمن عليك وأشوفك لو محتاج مني حاجة. أنا مش محتاج حاجة. أيوة بس أنا محتاجة، محتاجة إنك تصدق بجد. والله أنا مش عايزة أي حاجة منك، مش عايزة أبقى جنبك بأي صفة، بس خليني جنبك. أنا ممكن أعيش عمري كله على ندهة منك. بكرة الصبح تكلميني إن على مكتبك. مش مستنية ندهة؟ أديني ندهت. لو ما كلمتنيش بكرة من على مكتبك مش هدور عليك، وهعرف إنك كذابة في كل كلمة قلتيها. الله خلاص بقى خلاص. تعال تعال. يا خبر ابيض، كل ده حصل؟ طب وهي فين دلوقتي؟ طيب يا حبيبتي اطلعي انتي نامي وانا اشوف هي راحت فين. لا يا روحي انا لسه عندي شويه شغل اخلصه واجيلك على طول. اوكي بوسيلي نفسك انتي لغايه ما اجيلك واقطعك بوس. يلا باي يا حبيبتي. رنا بقولك ايه يا روحي، تعرفيش بابي كان بيكلمها في ايه؟ طب يا روحي خدي بالك من نفسك. باي يا روحي. رجعوا الحاجات والكمبيوترز اللي خدوها الصبح من بدري، انتوا اول ما نزلتوا بعديها كده مش بكتير رجعنا كل حاجه مكانها. طيب بس احنا طلع معانا حد واصل قوي. ليه؟ هو انت كنت فاكره ما كنتش هعرف احلها من غيره؟ لا اكيد طبعا. هي دي بشم هوا، كرهتيني في ام الهوا اللي في البلد يا شيخه. هي مين دي ومين غيرها اللي بتجيب لي على طول وجع دماغ؟ مريم. طب خلاص روقي انا فاضيه. ما ينفعش، ما برضه حرام اللي انت عاملاه في نفسك ده، يعني انت جايه من بره مبسوطه ونفسك مفتوحه للشغل. وهيتسدد والحمد لله، كنت مبسوطه. ما هو في ناس كده بيكرهوكي في عيشتك اول ما تيجي سيرتهم. طب لو سمحتي روقي واهدي عشان في موضوع مهم كده لازم تعرفيه. طب اصبري عليا شويه لحد ما اشوف ايه اللي حصل في البيت. طيب ماشي كده رايح فين؟ دريم بارك؟ تعالى يا خفيف عشان مراجيح جوه بايظه. ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش هينفع تدخل لها دلوقتي. ليه؟ عشان بتتخانق مع دبانوش. او ماي جاد او ماي جاد نوها، انت لحقتي تنكدي عليها؟ انت كانت جايه الصبح والمود بتاعها كان ممتاز. الظاهر مريم اختها نكدت عليها. مريم؟ مريم مش كفايه اللي بيعملوا فيها عمها؟ حس على دم اللي مخليه فينك ورد على تليفونك بس سبناش كده من الصبح. معلش انا اسف. وانا بقول لك كده عشان تقول لي معلش انا اسف
خش اصبر. انا عندي ليك مفاجاه. انما ايه؟ اللوز. لوز؟ لوز ايه؟ دي ملبن باللوز. مين دي؟ شفت المفاجأة الحلوة؟ هبقى أنا هنا ساعتين ومش عاوز تبعت لك مسج ولا مخليانا احنا نبعت لك مسج عشان قال ايه تعملها لك مفاجأة. في مفاجأة احلى من كده يا هد؟ تعال اقعد مع بنت عمك عشان تحكي لك الحكاية. تحكي لي يا ماما حكاية جوازها من الصايع الضايع اللي كان هنا. اسكت. مش طلعت عاوزة تتطلق؟ تتطلق؟ تطلع ولا ما تطلقش يعني حاجة ما تخصنيش. معلش يا مريم كان نفسي اقعد معاكي بس انت عارفة انا بيبقى عندي شغل بدري. معلش بعد اذنكم تصبحوا على خير. انت رايح فين؟ رايح فين انت؟ انت سيبنا وماشي؟ مجنون انت؟ ممكن تسيبني في حالي؟ لا مش هسيبك في حالك. ما تنشفش دماغك. خش اقعد مع بنت عمك. ايوه تعال اقعد مع بنت عمك. بنت عمي دي في عصمة راجل تاني مش كده ولا ايه يا مدام مريم؟ وفي ايه يعني؟ وانا بقول لك خش اغتصبها. قال انت؟ الله البنت اتجوزته في لحظة ضعف. ايوه ودلوقتي ندمانة. مش انت يا حبيبتي ندمانة؟ اه شفت انت ندمانة. نسيبها احنا بقى ونطنش ولا نقف جنبها ونساعدها؟ وخصوصا انها ملهاش حد في الدنيا غيرنا يا واد انت. ما انت عارف اختها ما بتدورش الا على مصلحتها وبس. بنتي مش هتقعد معاكوا اكتر من كده. بنتي هاخدها بالذوق او بالعافيه. لا انا هاخدها بالمحكمه. محكمه ايه؟ هبل هو. أمك ما بتردش. أوخ لو تسيبني أرد عليها وأديها في جنبها. تبقى عبيطة. إحنا لو ردينا هنفتح باب للمناقشة ولا قفلت الموضوع ده خالص. والنبي إيه؟ فاكرني هبلة ولا عبيطة يا حازم؟ ولا أكتر فيل على باب الشقة بره؟ والرسالة يا خالة اللي أنت لسه بعتها لها من دقيقة إيه؟ الرسالة ما فيهاش غلط وحجم، مش زي الكلام. وانت يعني فاكر انك لما ما تردش هي هتسكت؟ هتعمل ايه يعني؟ طب علينا زي القضا المستعجل. ده مش هيغير حاجة في اللي انا ناوي اعمله. اللي ناوي تعمله من غيري من غير ما ترجع لي. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده مليون مرة؟ وانت من يوم ما اتجوزنا وانت عارفة ان انا عندي بنت وهتيجي تعيش معانا هنا. يا حبيبي ده بعت سند الحضانة مش دلوقتي، اما تبقى عروسة حلوة كده هو تعرف تخدم نفسها. ما تنساش ان انت بنتك عيانة ومحتاجة رعاية، وانا بصراحة مش فاضية لها. هبقى اجيب لها شغاله. عادي بسهوله تجيب لها شغاله. وانا اللي خدمك طول عمري وشقيانه في شغل البيت عمرك ما فكرت تجيب لي شغاله. جرايه وسام انت بتقولي شكل البيع. لا يا حازم مش انا، انت اللي بتقول. جرايه يا حازم ما كنا ماشيين كويس كل حاجه بالاتفاق. ايه اللي شقلب كيانك ودخل في دماغك ان بنتك تيجي تعيش معانا؟ يعني انت مش عارفه ليه؟ لا عارفه ليه. عشان الواد الصايع اللي انت لقيته مع اختها الخرصه. بس ده ما طلعش غريب، طلع جوز اختها. يبقى فين المشكله؟ انا اقول لك فين المشكله. المشكلة يا حبيبي في الكلام اللي الواد ده قاله لك على اختها، صح ولا انا غلطانة؟ بقولك ايه؟ ما تخش تنام احسن. علي النعمة ولا موعدها ان انت النار قادت جواك، ولعت جواك اما سمعت اسم نديم، وجريت على المحامي عايز تعمل موضوع القضية والحضانة وتاخد البنت. ليه ده كله؟ ورقة ضغط يعني مش أكتر.
يا عيني على الافتكاسات يا حبيب. ده انا خبزاك وعجناك وفهم اللي جواك. انت عايزها ما تتجوزش، تفضل قدامك كده اهو على امل. لا امل ولا عمر، وبطلي فتي بقى. انا بفتي؟ طب اثبت لي حازم ازاي. اصرف نظر عن القضيه وسيبها تتجوز. مستحيل مستحيل اسيب بنتي تعيش مع ام مش فاضيه لها وخاله مستهتر. انا كل ده ما يهمنيش يا مريم. انك ندمانه انه طلع عيل وسخ انك عايزه تطلقي، كل ده ما يهمنيش. انا اللي فارق معايا حاجه تانية خالص، انتي ما قلتليش ليه. ليه الكلام ده ما قلتيهوليش من الاول؟ انا ما قلتلكش حبني. انت معاكي حق، انت ما قلتليش حبني ولا قلتلي تعلق بيا، بس سبت يعني مجال ده. يا اما انا بقى كان بيتهيألي حاجات. ناديا ناديا بقول لك ايه، ما تطلعي بالعصير بسرعه عشان دماغي ابنك تلين شويه. اصبر اصبر، الشغلانه دي كبيره قوي، محتاجه حد بيفهم في السفلى. يا نهار اسود وبنايين يا ناديا عليكي، هتعملي لابنك عمل سفلي؟ مش هو هو انا يا عمي اقذي ابني؟ معقوله؟ لا انا هعملها للواد الملزق اللي هي على ذمته عشان لما يشوفها يشوفها قرد. حلو. وبدل ما يجيلك عشان تصالحها عليه، لا هيسعف على بطنه ويجي يقول لك من فضلك طلقني منه. انا بيجي لنا ليه يا اختي؟ ما يروح يطلقها منه لنفسه. انا مالي؟ هيحصل هيحصل، وحياتك انت هيحصل. طيب وابنك هو اللي هيتجوزها، بس انا مش بلع ان هو يتجوز واحده متطلقه. يا ستي نعوضها له في تاني واحده ولا في تالت واحده ولا في تسع واحده، انا يعني هجوزه كل شهر واحده بس اتلايم على القرشين واخلص. طب بقول لك ايه؟ نعم. بلاش تمايم مع اختها. اه وريها الوش الخشب. اه وبلاش الكلمتين اللي كل مره بتقولهم لها. لو ان ده مش هيجيب نتيجه. بقول لك انا ايه؟ إيه؟ اختها دي بقى مش هينفع معاها لا وش خشب ولا وش جلد ولا وش جبس. دي مش هتتهت الا بحكم، وقريب قوي قوي هتتنتش الحكم اللي هو كده. انت هتمشي من غير ما نتكلم؟ صحيح، ايه الموضوع اللي كنت عايزاني فيه؟ انا ما قلتلكيش حاجه. ها شايفاني عيله وهسيحلك. رامي عمل ايه؟ انت عرفتي ازاي انه رامي؟ ما انت قرشه ملحته بقالك كام يوم. قرشه ملك؟ انت متاكده ان انت كنتي في امريكا؟ خلاص يا نوع، عايز اروح لبنتي. طب اسمعي، انا سمعته وهو بيكلم اميره في التليفون وعمال يتودود معاها في حاجه انا مش فاهماها، بس سمعته في الاخر هو بيقول لها انا هخلص مع فادي، وقفل من هنا راح واخد فادي وهاتك يا وتودك. طب ما تساليه. ما هو ما رضيش يقول لي. اساله انا؟ يا نهار السنيل، طلع عيني. مالك في ايه خايفه منه كده؟ لا مش مساله خوف،
بس يعني انت ايه حكايتك بالظبط؟ قلب عليه بقالك كام يوم. طب ما انت كمان قلب عليه. انا ليا اسبابي. وانا كمان ليا اسبابي. اللي هي ما تكلمي يا نهى، بلاش تمسكي العصايه من النص. وبعدين انا ما بحبش اسلوب اضرب ولاقي اللي عملتيه في العزا. اصل رامي هاريني مسجات، وبعدين اصل رامي لويل ليكي قوي يا ملك. هاتي من الاخر قولي فيه. من الاخر؟ رامي عايزك. نعم عايزني ازاي ان شاء الله؟ لا مش كده خالص يعني. رامي عايز يسيطر عليكي يا راجل. ايوه، وعايز لو حصل اي حاجه او تتم في الايجنسي تبقى بمعرفته، ومنى عينه انه يبقى اقرب بني ادم ليكي، ومش عايز انك تتحركي الا بمعرفته. ومفروض ان انا اللي بساعده في كده. ليه بقى ماسك عليكي زله ولا عينك مني؟ افتكرت انت مالكيش في الرجاله. لا دي اشاعات. يبقى بتنصصوا مع بعض. ولا ده. امال بتساعديه ليه؟ هاري صوت منيل، وطي صوتك لحسن يسمعنا. الله، انت ليه خايفه منه قوي كده؟ لا عادي يعني، صحاب من زمان وكده. والله صحيح، بس صحاب دي مبرر هايل انك تخافي منه وتقولي له على كل حاجه، زي ما جريتي وقلتي له على موضوع الايميل اللي اتبعت لنديم. انا مش هكذب عليك يا ملك، انا اللي فعلا قلت له. ليه؟ عشان هو انا ممكن ما اقولكيش على السبب ده دلوقتي؟ قوي قوي براحتك، بس انا على فكره ما بحبش اسمع وسط الكلام. بس يا تقول الحاجة كلها يا بلاش من أصل. ما تقوليش تقولي لي عايزاكي ضروري. سلام. الله لازم حلو جدا. هي مالها في ايه؟ معرفش. في ايه يا كابتن نصر؟ خير خير. عاوزك بقى تهدي كده وتروقي. روقي، فاهمة يعني ايه تروقي؟ لأن أنا مش جاي عشانك أنتِ، ولا عاوز حاجة منك أنتِ خالص، والكلام اللي بينا خلاص خلص، وما بلوش مكان لا في البيوت ولا في المكاتب. حلو قوي، أنا بحب المحاكم، بعشقها. لا خلاص، بدبت عشاء المحاكم ليكي عليا كل يوم. هوديكي محكمة شكل، هلففك على محاكم البلد، محكمة محكمة السبع لفات. يا سلام، بس يوم ما اخد حكم بقى بحبسك والناس تلومني اقول لهم عامل ايه؟ ده هي اللي عايزة كده، ده انا خبطت على بابها يجي 150 مرة وهي تقول لي لا. طب وافرض بقى ان الحكم جه في صالحي. يا ريت يا ريت، ده يبقى يوم المنى. والله وايمانات المسلمين هفرح لك من قلبي، ومش بس كده، لا ده انا هاجي لك لحد هنا بالشربات، ونادية مراتي داخلة ورايا على طول بالزغاريد. امال ايه وحدك الساعة؟ بس اقول لك حاجة، اللي انا متأكد منه يا ملك اللي انت عاملاه. وإلا ما كانش الخبير قال كده. طب هنستنى قرار اللجنة الجديدة، ولا أنت خايف للحقيقة تخليك في الأوت؟ أنا عمري ما أروح في الأوت، أنا طول عمري أجيب أجوان. وبعدين يا حبيبتي أنا عمري ما خفت من حاجة، أخاف ليه؟ وبعدين مش عيب إن الواحد يدور على حقه. أنا يوم ما رحت لك المكتب يا ست هانم
كنت رايح ومدد لك ايدي على الاخر. على الاخر؟ اه. عشان تكبش؟ لا لا يا ملك، عيب. انا مهما كان برضو في مقام ابوكي. لو سمحت ما تقارنش نفسك بيه. انا بابا لو جالي شركتي هيفرح لي، مش هيروح يزرني عند بتوع الضرايب. ضرايب؟ ايه الضرايب دي؟ ايه العبط اللي بتقوليه ده؟ ايوه اديك بتقول عبط. اه طبعا عبط. اللي قال لي كده كذاب، وستين كذاب كمان. وهتقولي هنا وانا احط صابع الاثنين دول في عينيه واخليهولك بلايند. لا اجيب ولا ودي، هبقى اخلي الحساب يجمع. اه بس حسابك تقيل قوي يا ملك. الله، مش انت قلت انك مش جاي لي انا؟ اه طبعا. وانا هجيلك ليه؟ اجيلك هنا؟ مش فاكر لما طردتيني؟ ها؟ والمكتب تسيبيني قاعد 3 ساعات ونص في المكتب وحضرتك ما تجيش، وخليتي منظري وحش هناك قوي قدام الناس، ونزلتيني قفايا قمر عيش قدام موظفينك. لاني فاهمه ألعيبك وخططك كويس قوي، والحل اللي انت قلته للمحامي ده معناه ان انا اعترفت بحقك، واعترفت رسمي كمان ان انا مزوره امضه ابويا. انا مش هطلع يا عمي. طب ايه راي حضرتك ان انا ما جاش خالص في دماغي كل الكلام اللي بتقوليه ده يا راجل؟ طب تحب كده انا مني لاختي اكتب لها التلتين؟ لو ده حل يريحك ويخليك تهدى انا موافقه اعمله بحضورك، بس ما تقولش انه ده كان حقك ومتنازل عنه لمريم. مش هقدر يا هشام. اللي حصل لبنتي رابطني ومخليني اشوف الدنيا بطريقه تانية. اتفضل يا حبيبي. انا والله ما عارف حتى اقول لك يا نديم. انا مقدر جدا اللي انت فيه والله، بس خلي بالك من حاجه، موضوع الانتخابات ما يخصكش انت لوحدك. يعملوا اللي يعملوه، ما عادش فارق معايا. مش فارقه معاك، بس فارقه مع مليون بني ادم تاني يا نديم. ولا انت مستني لما شويه ناس مش فاهمه اي حاجه يجوا يغرقوا المركب اللي فيها ويرجعونا 100 سنه لورا؟ مش لازم انا يا هشام، اقعدوا مع بعض وظبطوها سوا. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش. ما حدش فينا كلنا بيعرف يعمل التفنيطه اللي انت بس بتعرف تعملها يا نديم. وبعدين بقول لك ايه، احنا متفقين فروم داي 1 ان انت اللي بتسوق. اللي بيسوق دماغه مش فيه خالص. والانتخابات مش هتستناك لغايه لما تبقى فايق يا نديم. هي كيم يا هشام، ما احنا عارفين بنكسب الانتخابات ازاي. انا اسف، انا طبعا مش قصدي ازعلك بكلامي، بس اللي حصل لبنتك ده امر ربنا، يعني لازم ترضى بيه يا نديم. اللي ما يعرفش يقول عدس. يا سيدي عرفني. عرفك يا هشام، هو كل اللي تعرف يتقال، خصوصا لو كان شيء جبرك تعمل حاجه ضد القانون. بص انا ما فهمتش حاجه باللي انت قلته، بس طالما قلت كلمه قانون تبقى جيت في الملعب اللي احنا عايزينك فيه. القانون، طب انا هحضر الاجتماع على شرط رجالتنا لما يخشوا المجلس يضغطوا في موضوع تاني مهم جنب مواضيع الاستثمار والتجارة. مواضيع زي ايه؟ ان كل واحد ياخد حقه بسرعة، خاطر اول عدالة تبقى متأجلة. مش فاهم حاجة، اشرح لي عايز تقول ايه؟ يعني 5000 محكمة جديدة، يعني 100,000 قاضي جداد، قبل ما يضطر كل واحد فينا ياخد حقه بدراعه. ايه مالك سكت ليه؟ ولا بعد اللي عرفته خلاص مريم مش فارقة معاك؟ مش فارقة معايا يعني ايه؟ هي لو مش فارقة معايا كنت جيت لها النهاردة؟ ايه؟ هتخلي المحامي بتاعك يرفع لها قضية خلع على الليسي؟ والله لو عاوزة كده هعمل. سيبوها في حالها بقى، سيب مريم في حالها. ممكن يحصل انت بتقيدها في حالة واحدة بس، لو نزلت مريم دلوقتي وسمعتني الكلمتين دول ببقها. ببقها؟ هتسمعهم لك ازاي ببقها؟ يا ستي تكتبهم لنا في ورقة.
بلاش دي، تشاور هي بس وانا هفهم بسرعة، هكذا انا افهمها وهي طايرة، ولو ما قدرش افهمها بوقفها افهمها وروح بطيرها تاني. بلاش دي، هقولك البسيطة المريحة، تنزل تطردي. عارفة لو حصل ده ساعتها بقى لما يحصل لها ايه؟ ولا يهمني، ضميري هيبقى مرتاح ناحيتها بس كده. اه من عينيا دول. تسلم عيناتك يا مريم. ما ايه ده انت هنا؟ يبقى اكيد سمعتي كل حاجه. تعالي تعالي قولي لعمك الكلمتين اللي عايز يسمعها. تعالي يا مريم وخلصينا، خليه بقى يحل عننا ويسيبنا في حالنا. تعالي يا مريم، تعالي تعالي قولي يا حبيبتي، قولي يا حبيبتي، قولي يا حبيبتي، قولي. يا حبيبة عمي ربنا يسعدك ويخليكي. شفتي مريم؟ ادي مريم، مريم الطيبة. شفتي مريم قلب ابيض؟ شفتي؟ ادي بقى بنت اخويا بجد، دي من لحمي ودمي. اه اتخلى عنها؟ لا يمكن اتخلى عنها ابدا. حبيبتي يا مريم يا اصيلة، ربنا يسعدك. المفاجأة الجميلة دي؟ أصله كلم. قال لي إنه ما يقدرش يستغنى عني، وإنه ممكن تحصل كوارث في المجموعة لو أنا ما جيتش. والله أنا كنت متأكد إن ده هيحصل. مستر نديم مش ممكن يستغنى عنك. دي حقيقة. عملت اللي اتفقنا عليه؟ طبعاً. بالنسبة للأذونات بتاع التصدير؟ لا، أذونات التصدير إيه؟ أنا بكلمك عن ملك الجرح. تابعت مع البنك؟ طبعًا، واتأكدت إنها حطت الشيك في الحساب. ما أنا عارفة. قصدي يعني متوقع زي ما أنا قلت لك، واحدة نصابة زي دي هتتصرف بالطريقة دي. ها، خدتوا إجراء؟ السلام عليكم. السلام. من فضلك مكتب الأستاذة ملك. شكرا. الميل ده؟ اوكي. شكرا. اوكي. الميل ده؟ السلام عليكم. فاكس مش عايزاه. عليكم السلام. من فضلك معايا استدعى للأستاذة ملك في النيابة. طب خدي ابعتي يلا الميل ده. استدعى؟ ايوه. ليه خير في ايه حضرتك؟ عايزينها في النيابة حضرتك. بس ممكن توقعي لي بس انا حضرتك بالاستلام؟ أوقع فين؟ حضرتك وقعي لي هنا بس. هنا؟ أيوه. شكرا لحضرتك. طيب اتفضل. بالقلم بس لو سمحت. اتفضل القلم بتاعك. شكرا. ايه واتساب؟ واتساب؟ كارثة.